واليانسون النجمي والقرفة. يتم وضع عظام لحم الضأن وعظام لحم البقر المنقوعة لمدة 5 إلى 6 ساعات في الوعاء بنسبة 10 إلى 4. يستمر الطبخ حتى يغلي الحساء مرات عديدة، فيتم تثبيت الوعاء. وسر تثبيت الوعاء لدى لاوباي هو استخدام خشب الصفيراء خفيف الوزن، فيدخل الطعم في اللحم بالكامل. لذة لحم الغنم في حوض الماء تتمثل في أكل اللحم مع شرب الحساء، قد سمي بذلك الاسم نسبة إلى حوض الماء، ويسمى أيضاً نو يوشيان. يتم وضع الشعيرية أولاً، ثم وضع لحم الغنم، ثم تسخينه بحساء لحم الغنم الساخن المغلي. هكذا تم تجهيز لحم الغنم في حوض الماء.